يعيش قادة العدو الإسرائيلي في حيرة أمام سيناريوهات الرد الإيراني الذي وضع الاحتلال في حالة تأهب على مختلف مستويات منظومته العسكرية والمدنية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى إخلاء الكثير من بعثاته الدبلوماسية في الخارج. حالة التأهب والاستنفار الشامل هذه تركت أثرها على القراءة الصهيونية لتطور الحرب واحتمال انتقالها إلى حرب متعددة الجبهات، والتي ستضع العدو الصهيوني أمام خيارات صعبة وقاسية. نحن في حالة حرب مع إيران، ومحور جبهة المقاومة يعمل من لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهو يطلق الصواريخ نحو السفن، والأمر الذي يتطلب استعدادات خاصة. وفي حال تجاوز حزب الله حد الحرب أو قامت إيران بإطلاق الصواريخ مباشرة نحو إسرائيل، وقد تستخدم إيران صواريخ مجنحة أو طائرات مسيرة ضد إسرائيل، وإذا حصلت إصابة لأهداف في إسرائيل فإسرائيل يجب أن ترد داخل إيران، لكن ليس بالضرورة أن يتطور الأمر إلى حرب. جرى لقاء لوزير الدفاع مع قادة الأجهزة لتقييم الخطوات التالية، فهناك دراسة للمعلومات والتهديدات، هناك سلسلة من التهديدات التي يطلقها الإيرانيون، وإسرائيل تتعامل معها بجدية ولا تستخف بها، لذا جرى استدعاء الاحتياط المقلص في قوات الدفاع الجوي، كما اتخذ الإجراءات استعدادا ليوم القدس العالمي وإبقاء جزء من القوات النظامية داخل الجيش وعدم إعطاء إجازات، وهذا الأمر ولد حالة من التوتر في الجمهور. يمكن لإيران أن تشن هجوما مركزا مع عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة وأن تحقق الهدف الذي تريد استهدافه، ويمكن مواجهة هذا الأمر بواسطة الدفاعات الجوية، لكن المسألة الفارقة قد تكون بحجم هذه الأهداف. مقابل الاستعدادات العسكرية عمت حالة من الهستيريا بين المستوطنين الذين سارعوا إلى التزود بالاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء ومولدات للطاقة المنزلية خوفا من تطور المواجهة لحرب شاملة. لقد أجرينا تقييما للوضع فيما يتعلق بوضع المدينة، ونحن لا نريد أن نتفاجأ مرة أخرى. نحن نستعد ونسمع الأخبار ونرى كيف يستدعي الجيش قوات من الاحتياط، وبالنسبة لشراء الطعام والماء من أجل السكان فنحن نذهب إلى الأمر الأكثر أمانا، ومن أجل هذا الأمر أعطيت التعليمات لفتح الملاجئ. المستوطنون عبروا أيضا عن غضبهم نتيجة تشويش جيش العدو على تطبيق تحديد المواقع GPS الذي لجأ إليه الجيش لعرقلة أي هجوم إيراني، وأكدوا أن هذا التشويش عطل الكثير من نشاطهم وحركتهم الطبيعية.